في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. اشتغل 200 رجلين. 200 رجلين؟ وركز ست رجلك كويس جدا. حاضر. وحاول تشتغل تفضي نفسك كله جوه الميه، صح؟ ماشي. تطلع تخطف وتنزل، ما تطولش فوق. يلا. أسماء عيد، معلم أول لغة إنجليزية. والدة مهند عميد. الحمد لله، هو مهند من يوم ما اتولد وهو أنا اتعاملت على إنه هو طفل طبيعي زيه زي أي طفل. وطبعاً مريت بكل المشاكل اللي بتمر بيها أي أم في تربية ابنها، بس زيادة شوية إنه هو عنده اختلاف، أو هو عنده احتياج محدد، أو عنده حاجات محتاجين نشتغل عليها أكتر. دول الأمور نحط كل شيء في نصابه الصحيح. هو مش فكرة مهند لوحده، هو مهند كان في احتفالات قادرون باختلاف اللي كانت بينظمها الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية. الباشمهندسة أمل مبدر رئيسة الاتحاد كان بتعمل مع الولاد ورش، يعني تسمع منهم رأيهم وتسمع أفكارهم، وكان بتعمل معنا احنا كمان كأولياء أمور نفس الورش دي، وبنقعد نتكلم ونتناقش، تعمل جلسات حوار وتشوف ايه المشاكل اللي احنا كأولياء أمور بنواجهها، وايه المشاكل اللي احنا شايفين ولادنا بيعانوا منها. واخدت الفكرة كاملة مننا كلنا، ان احنا كلنا كنا بنتكلم في نفس النقطة، هي نقطة التنمر، ان ولادنا بيواجهوا تنمر كتير جدا في الشارع وفي النادي وفي المدرسة وفي كل حتة. فقالت ان الفكرة هتبقى السنة دي الاحتفالية كلها بتتكلم عن التنمر، وعمل فكرة اسمها سفراء الحلم. واخدت من الولاد 5 ولاد هم يعتبروا المتكلمين بتوع المجموعة كلها، بحيث ان هم يمثلوا بقية الولاد ويتكلموا بلسان بقية الولاد. فكان مهند سفير الطفولة اللي هيتكلم عن مشاكل الولاد في السن ده. فكانت الفكرة هي فكرة مادة احترام الآخر، اللي هي تدرس في المدارس والجامعات من اول الحضانة. وفعلا مجرد ما مهند قال الفكرة قدام فخامة الرئيس، فخامة الرئيس قال له فورا يا مهند، والفكرة فعلا اتنفذت ونزلت في المدارس من السنة اللي بعدها على طول، الصف الثالث الابتدائي. ودلوقتي اتعممت بقى من اولى ابتدائي لحد الجامعة. غير ان هو سولو في كورال الاوبرا وبيغني على مسرح الاوبرا. هو مهند شارك في احتفالات قادرون باختلاف مرتين، اول مرة طلب فيها مادة احترام الاخر، وتاني مرة كان طالع يشكر فخامة الرئيس ان المادة اتنفذت ودرست في المدارس. المرتين كان المحاور بتاعه في الفقرة بتاعته هو الفنان مصطفى شعبان. في المرة التانية مهند كان بيتكلم بأريحية اكتر مع مصطفى شعبان، لان هو يعني كان ليه خبرة سابقة معاه وتعرف عليه اكتر. وانا عايزة اشكر الفنان مصطفى شعبان، لان هو فنان قمة في الرقي والاحترام، بيتعامل مع الولاد بلطف شديد جدا، خلى الولاد تحس ان هو صاحبهم، خلاهم يحسوا ان هو مش بيتعاملوا مع حد فنان وليه يعني ليه شخصيته او ليه كاريره اللي ما ينفعش ان انا اتباسط معاه في الكلام، لا خالص. ده كان بيهزر ويضحك معاهم، فمهند حس ان انا بتكلم مع واحد صاحبه. وكان في اثناء الحوار كانوا بيتكلموا على دور الفن في ان الناس تتقبل الولاد اللي عندهم اختلافات، وتتقبل انهم ممكن يكونوا موهوبين، ممكن يكون عندهم مميزات كتير. فمهند في وسط الكلام قال له طب خلاص انا معاك في المسلسل الجاي، فهو قال له يشرفني يا مهند. هو كان بيمثل الدم، هو كان شخصيه مهند، هو طالع بنفس شخصيته بنفس اسمه. هو ولد دم في مدرسه ناشونال، وكان عايز، هو موهوب وصوته حلو وبيغني، وكان المفروض ان هو عايز يشارك في مسابقه دوليه معموله للمدرسه الانترناشونال، وهو شايف ان هم مش عايزين ياخدوه لمجرد ان هو دم، وهو ده كان حقيقه، بس هم كانوا بيجملوا الموضوع عشان نفسيته يعني.
بس هو عشان هو لماح وذكي فهم ان هم مش عايزين يشركوه لمجرد ان هو دم. الحمد لله احنا بدأنا الرياضة والموسيقى في نفس الوقت في سن 6 سنين. بدأنا الموضوع جه معنا بالصدفة. مهند كان عادي بيغني في طابور المدرسة زي اي ولد بيطلع في الطابور بتاع الصف، وكان بيجي هنا النادي يعني يلعب شوية كده في البسين بلبطة وهزار يعني، لكن ما كانش ان هو ملتزم برياضة ولا ملتزم بتدريبات اوبرا ولا حاجة. حصل له دروب كده، جات له كهرباء وجات له نوبة، كانت أول مرة تحصل له نوبة تشنج. بعدها رحنا كشفنا الطبيبة المعالجة بتاعته اللي أنا بحب أشكرها دكتورة مها ندى، هي دي السبب في إن هي حطت رجلينا على أول الطريق الصح. قالت لي الولد عنده مواهب كتير جدا وعنده طاقات كتير جدا، لازم تخرجيها، ولما يبدأ يخرج طاقته دي في حاجات تانية هتلاقي موضوع نوبات الكهرباء بيقل. فعلا ده اللي حصل. مهند عماد الدين، عندي 13 سنة. أنا الحمد لله بطل جمهورية في السباحة، حصل على أكتر من 20-25 ميدالية الحمد لله، آخرهم هما ميداليتين ذهب سباق 100 متر حرة و 100 متر باك، و 100 متر حرة و 50 متر باك. فكرة مادة احترام الآخر جت بإن إحنا كلنا عملنا ورشات عمل، ورش عمل بواسطة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، وأنا حابب أشكر باشمهندسة أمل مبدة على الفرصة الكبيرة دي إن هي عملت لنا ورش وبقينا نتكلم ونتحاور، وناس من صحابي حكولي عن مواقف تنمر حصلت لهم، فقررنا مع بعض كلنا إن الاحتفالية كلها هتكون عن التنمر السنة دي، وقررنا بعد كده إن أنا هتكلم عن حاجة اسمها احترام الآخر وهطالب بالمادة دي. ده قرار جماعي مش قرار فردي. احساس رائع طبعا، احساس لا يمكن وصفه، لان انا اتبسطت جدا بموافقه فخامه الرئيس بالسرعه دي، سرعه رهيبه يعني، موافقه رهيبه جدا واتبسطت جدا. شكرا لفخامه الرئيس. This is land where you fall in love and your heart you will keep a memory of such a wonderful place. You can see a smile on every face. Not just country, it's more like a home. Paradise on earth, the magical nights and golden sands. A summer breeze is all you need to feel alive and come again. The land of peace, the kindest heart, we are one, we are all the same. We are all the same. هنا عندنا لو جيت تنور أرض مصر تحبها، هنا في بلدنا ما تتنسيش ليالي مصر وجوها. أنا الحمد لله بطل جمهورية في السباحة زي ما أنت عارفة. بحلم إن شاء الله إن أنا أشارك في الدورة البارالمبية 2024 بإذن الله، وكمان بحب الأدب العربي وبحب الدكتور طه حسين بشكل خاص، فان شاء الله باذنك يا رب في يوم من الايام اكون زي في يوم من الايام.